مين؟ هذا واحد رفيقي قطع لي كارت من زمان. رد عليه شوف شو بده. رد. الو؟ اهلين ابو الجود، كيفك؟ والله الحمد لله ماشي الحال. لك يا اخي هني قاطعين لي من زمان، خلاص اتركها لشي مناسبة، بس نجتمع بتنحل. مناسبة شو؟ لا تقولها، ان شاء الله الف مبروك. لا لا، هي مناسبة بتستاهل انه الواحد يرفع التليفون ويتصل فيه. ايه، مع السلامة. شو شو في؟ قال بده يصالحني انا ومعاذ. قلنا له القصة بسيطة، يعني بيصير شي مناسبة نلتقى ونتصالح. قال لي المناسبة اجت على رجليها. قلنا له شو القصة؟ قال مرته لمعاز حامل. اه والله كتير منيح، ان شاء الله الف مبروك. معناتها بكره بتتصل فيه وبتبارك له، واذا بدك كمان نازمه على العشاء. سامر، انت صار لازم تسترجع حياتك وشغلك ورفقاتك، مو؟ ايه لك لك. سامر لا تقول لي انه بدك تنام، بزعل منك. ها لا لا حبيبتي ما رح نام. لك هلأ لصح لي أحكي معك. لا تخاف، مو ابنك. أي طبعا متأكدة، لك مين بده يكون متأكد؟ أي طبعا، يعني هو مو جوزي. وإذا كان كل شي لحال، بعدين أنا عم بتعامل معه بكل شي طبيعي، ماني محسسته بشي. عم قلك متأكدة. ليك بحكيك بكرة على رواق وفهمك كل شي. متأكدة 100%. خلص يلا بكرة بحكيك. باي. مع مين كنت عم تحكي؟ نعم؟ مع مين كنت عم تحكي؟ أيمتى؟ هلأ بالحمام. بالله عم يتهيأ لك. عم بسألك مع مين كنت عم تحكي؟ جاوبيني ولا تخليني علي صوتي. عم قلك مو مع حدا. بعدين مو كل شغلة بتعملها بتفكر كل العالم يعملوها مثلك. شو يعني؟ شو قصدك؟ تليفونات الحمام تبعك، يعني ما لقيت محل تحكي فيه تليفوناتك غير الحمام؟ ما في محل بالبيت غير الحمام؟ إيش معنى بالحمام؟ بعدين أنا هيك هيك نايمة. أنت وحدة مجنونة، عن شو عم تحكي؟ أنت بتعرف وأنا بعرف عن شو عم بحكي، بس قلت الحكي أحسن. الفتنة نايمة، خليها نايمة وأنا كمان بدي نام. تصبح على خير. السلام عليكم. الله لا كان جاب البلاء. لا يا طيب، هيك بتستقبل ضيوفك؟ بدل ما تقول للشاب تبعك يسوي لنا كاستين شاي مشان نحكي على رواق. الشاب تبعي راح يقعد نعمه لانه تعبانه شوي. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يشفيها، الله لا يضر حدا. لك صحيح وممكن نستفيد، يعني بهيك حالة هلا انت بتحاسبه للشاب تبعك ولا بتخصم عليه هالايام؟ أنا قلت لك طلع يصيع مع صاحبته شيء، قلت لك راح يقعد مع أمه لأنه تعبانة، وهي الأيام بحاسبه عليها، غيره. برافو عليك، قسماً بالله كبرت في عيني. بتعرف إنه أنا هيك بعمل مع شغيلتي، بس حبيت أتأكد إذا كنت غلطان ولا لا. عداك العيب والله يا سيد نادر، لا خزيت العين، سمعتك عطرة. كفو. سيدي، المعاملة مع الله، المهم تجي لك صلاح مفروض أحبيه ونبيع البيت. ما
وليش لحتى افرطها حبيه اذا انت كنت تنفذت تهديدك واخذت الصوره لعند اهل المراه وحباشاتها وفرجيتهم اياها؟ انا؟ لك شو عم تحكي انت؟ مين قال لك؟ حباشاتها عملوا لي زياره لعندي على البيت وقالوا لي. وحياه رحمه ابي انا مالي علاقه. لك لك شو كان اسمه هذا جارك هذا تبع الدهب؟ شو كان اسمه؟ زياد؟ شو بو؟ هذا هو. الله يهديني، انا امبارح رحت بعثت له الصوره على موبايله، هو اللي قال انا لازمتني بس وعدني الحقيره، وعدني انه ما يأذيك، لانه بصراحه انا كنت ناوي لك علنيه، بس هو دق على صدره وقال انه الموضوع عنده فسكتت. ان شاء الله جوزة ما اذاك او عمل لك شيء. لا ماشي حال ما في مشكله. ايه الحمد لله. صلاح اخي ما في بيناتنا غير هالبيت، لك خلينا نفرطها حبيه بقى، مشان الله خلينا نفرطها. انا بعرف انك انت ما بتطيقني، ومو من هلا، من زمان ما بتطيقني، وكنت مفهمني اياها بالمشار معي انك ما بتطيقني. يعني على ايام ابوك الله يرحمه كنت ها شوي تبلعني، هلا انا واثق انه ما بنبلع معك بنوب 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 بنوب. خلينا نفرطها. بعدين انا عم بحكي مشانك، انا والدتي تعبانه صار لها كم يوم، يعني بصراحه انا خايف عليك، لا سمح الله اذا صار شيء بدنا نفوت ورثه ووجع راس. وقلي لقلك ليش ليتني اخذت حطيتها عندي بالبيت؟ هلا فيني سلمك انا البيت ليك، والبيت جاهز بياخذ العقل، وهي عملت لي وكاله عامه بالبيت. يعني انا برايي خلينا نخلص، والله اريح لي راسي وراسك. هلا انت ما كان فيك تحكي هيك من الاول بدل ما تفوت بباب التهديد والمشاكل؟ بلا كان فيني احكي هيك من الاول، بس بعرف انك ما بتطيني ولا بتطيق والدتي، بعدين يعني بركي ما تقبلت مني هالكلام هذا. وبصراحة طبعي قليل الذوق وقليل الأدب، شو أعمل؟ طبع لا تكون عاملها هي من أفضل أمك كمان. لا لك صلاح عم تخوني من تمك، وحسألها بكرة. أخي ليش بكرة؟ خلص بنفرطها من اليوم، فوت شراب شاي فوت. لك عراسي أحلى أبو الصلح شريف. لا والله لك شرف. لا أبو الصلح لو سمحت، أنا عندي استفسارات عن طبيعة عمل المصح، يعني نوع المرضى، طبيعة مشاكلهم، في مجال تحولني لحدا مختص أحكي معه؟ شكرا، إذا بتريد عم بنتظرك. إيه وليش هذا السؤال بقى؟ ليش؟ ما أنا مهم يعني؟ والله يا أستاذ بعتقد إنه على أساسه بيتحدد كل شيء. أكيد.